حشومه على دوك الناس اللي تيجيو عندنا تيجيو عندنا السياحه وحنا تنهلكوهم بزياده الاسعار. تنقول المواطنين ما بقاوش يزيدوا على السياح، راهم ضياف عندنا، وحنا شعب مضياف، حنا معروفين الحمد لله شعب مضياف. ولكن كما قبيله تلاقيت مع واحد السيد جا من فرنسا، جا بحالك هدايا، قال لي خويا، قلت له شنو؟ قال لي حشومه. قلت له شنو؟ قال لي قهوه شربتها ب 28 درهم بلا ما نذكر الاسم ديال القهوه. قلت كيفاش؟ قال لي قهوه شربتها ب 28 درهم. فين هي المراقبه خويا العزيز؟ ما خصناش نبقى نزيدوا على السياح، لانهم راه تيجيو عندنا لبلادنا، راه ما خصناش نهربوهم، خصهم مرحبا بهم ويجيو عندنا. بالنسبه للسياحه اللي تيكونوا على قد الحال، تيجيب وليداتو لكازا، الرباط، العرايش، طنجه، تيجي تلقى واحد الثمن كثير، لا بالنسبه للكرا لا بالنسبه للماكله. تنقول المواطنين رخفوا على السياح مساكن، راه الله يحسن العوان اصاحبي، باش نبقى نزيدوا عليهم الله يحسن العوان. واش عباد الله الكرموس ديال الشوك غالي؟ علاش هذا الكرموس غيكون غالي؟ علاش الكرموس ديال الشوك؟ تيقولوا لي حنا كرموس النصارى غالي، كرموس تاكلها بجوج دراهم بثلاثه دراهم الوحده، علاش بزعما هذا الشيء كاع كامل؟ علاش غير الكرموس يكون غالي؟ راه بزاف، القهوه دايره 10 درهم دابا، ولات دايره 300، كتخلصها بقرعه الماء 360. راه بزاف هاد الناس، راه ولاو باغيين يطجونا حنايا، ما بقينا لا قله ما ناكلو لا فين نسكنو لا في حتى حاجه. الكرا ولا غالي، كلشي ولا غالي، راه الزياده هادشي راه بزاف، الله غالب علينا حنايا. لا كانت الحكومه زايده ما يزيدوش علينا حنا، راه ماشي شي ياكل شي يموت بالجوع، شي خبي الفلوس وشي يموت بالجوع، وما كاينش حاجه ما كتراقب لا اسعار لا حتى شي حاجه، كيعرفها زيد 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 زيد. وحنا زايدين علينا حنا، راه الماكله ما لاقين ما ناكلو، راه الحوايج ما لاقينش ما نلبسو، كلشي تزاد فيه، راه هذا لا لا لا. القرع دابا القهوه راه 300 دريال، دابا قرعه الزيت راه دايره 400، ونهار مع 400 والسر البيره دايره 10 دراهم. شنو نمشيو نطيبو بالبيره حنا؟ نطيبو بالشراب حنايا باش يلاه كلشي يبقى على خاطرو؟ وبلا لا كانت الحكومه ناعسه فايقوها، لا كان بنادم اللي عنده الفلوس يفيق، راه الشعب هنا راه كيموت، بقى لنا الحجر ناكلو. الزياده غير رسميه، اول حاجه كتمشي كاس الناس خاصهم باش يشجعوا السياحه الداخليه، حنا دابا تنهلكوا السياحه الداخليه، راه ما كانت هذه عامين ديال الركود ما بعد الوباء كوفيد 19 وهادشي، وكانوا لي زوطيل اللي كان الحجر الصحي وكان هادشي، ولكن ملي طلقت الوقت وهذه خص انك تساهم في السياحه الداخليه، تشجع المواطن المغربي انه يمشي لشي مدينه اخرى ويلقى الثمن المناسب، ماشي يمشي لشي مدينه اخرى خاصو قرعه الماء مثلا دايره 3 دراهم في المحل عند البقال، وتمشي لشي فندق وتولي تاخذها ب 15 درهم، هادشي راه منكر هادشي. ولكن حتى الحكومه وما كاينينش اصحاب مراقبه الاسعار، الحكومه ما زالتش في هادشي. اول حاجه بلا ما عاوتاني تما نمسحوا هي في الحكومه على الزياده اللي هذاك الشيء، لان حنا عارفين المواطن المغربي انه مضرور من ناحيه المحروقات والزياده المعيشيه، المواد الغذائيه اللي تزادت هذا العام هذه، وهادشي هادشي عارفين كيف تيقولوا هما الحرب الاوكرانيه والكوفيد وكذا والى اخره، ها مشات. ولكن تزيد عاوتاني زياده فوق الزياده الاخرى اللي باغي تزيد انت كصاحب مطعم او لا صاحب فندق، هادشي لا اله الا محمد رسول الله. المواطن فين غادي يعطي راسو؟ انا دابا مثلا مواطن بسيط باغي يمشي لشي مدينه معينه من المدن المغربيه الجميله، غادي نبغوا نمشيو، انت وليداتك واحد ربعه الناس، شحال خاصك؟ انت جيتي من العطله تلقى من وراك شنو كاين؟ كاين الدخول المدرسي، وما ادراك ما الدخول المدرسي والمصاريف اللي مترتبه على الدخول المدرسي. خاص الناس يفكروا خوت المواطنين، ولكن انا هادشي كامل تنحملوا الناس ديال مراقبه الاسعار ما دايرينش خدمتهم. الصراحه ديال الله يجازيك بخير، المواطن اصلا مهلوك وزاد هلكوا هذا الغلاء، هذا هو الغلاء ديال المنتوجات، خصوصا المواد اللي هي اساسيه تكون في الدار بحال الزيت والسكر واتاي والماء. الناس راه تتعاني في صمت والله العلي العظيم، يعني بكل صراحه الناس تتعاني في صمت. المغرب خصو يكون احسن من هذا الشيء هذا، ويكون اكبر من هذه الامور هذه. وانا لا اظن يعني انا خشيش ان اقول بان اين دور الحكومه الجديده في هذا الباب؟ واش الحكومه هذه جات باش
ضيف من المغرب اشياء كاينه افتخر بها في المستقبل ولا باش تهلك هاد المواطنين هادي. حنا الشعب، انا مواطن مغربي، غير لست حزبيا ولست يعني لا انتمي لاي جمعيه معينه، امثل نفسي كمواطن مغربي تتمتع بحق المدني، تنقول بان تنغير على بلادي، انا مواطن تنموت على بلادي، ولكن باش يطرى بلادي بحال هذا الشيء راكم تقتلوا لينا في بلادنا. وشكون اللي تقتل لنا بلادنا؟ بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، خوتنا بحال دابا مالين البقاله واصحاب العقار واصحاب قاعد الناس يتكريو وقاعد الناس يبيعوا منتوجات مختلفه، واي اي واحد كنت تاخذ واحد الشيء بواحد الثمن ثم تضاف عليه واحد بعض الدراهم، انا نقول لك ما تلوموش، لانه بالفعل تا هو ملي تيقتنيها بالجمله ثقة صاحب الجملة تا هو تزاد عليه، وصاحب الجملة تا هو كذلك تزاد عليه، وغادا غادا مزيودة من الفوق أخي. راه تا واحد ما تتحمل مسؤولية ديال هادشي إلا من كان في سبب هذا.